كان هذا ملخص ديال التقرير الادبي والتقرير المالي ديال السنه الموسم الرياضي 2022 2023. دونك كاين اللي عنده شي تعقيب، كاين اللي عنده شي تدخل؟ اذا نمشيو للمسابقه على التقرير الادبي للسنه 2022 موسم 2022 2023 اللي مع المسابقه على التقرير الفريدي. إذا بإجماع يجمع كل المتلقى الدرسيه القديمه. أيها السيدات والسادة، في موسم هذا من التقريرين الأدبيا تكون ولاية بنية الانتدابية داخل العصبة الوطنية لكرة القدم المتنوعة قد بلغت نهايتها لما لها من إيجابيات وسلبيات، وهو تقييم موضوعي ونحب ذاتي نتخذه لا محالة قصد استدراك كل النقاط لا من جهة تقوية بعضها وكذا تطوير أخرى إلى الأحسن، وذلك خدمة لكرة القدم الوطنية وكذلك لعائلة كرة القدم المتنوعة التي ننتمي ونتشرف بها. ولا يفوتنا في معرض هذه الكلمة الختامية أن نقدم أسمى عبارة التقدير والامتنان للسيد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي القجاح على كل ما قدموا العصبة الوطنية لكرة القدم المتنوعة من دعم كبير ومصاحبة واهتمام متواصل قل نظيره، وإن دل فهذا فإنما يدل على الروح الوطنية الصادقة والتي تجسد بممارسة عملية واقعية وبدون أدنى مواربة. كما نتوجه إلى السادة الرؤساء ومسؤولي الأندية الوطنية بخالص التشكرات على ثقتكم بنا وعلى دعمكم وعلى محبتكم، والشكر موصول أيضا إلى الإدارة التقنية الوطنية وأطر كرة القدم المتنوعة ومديرية التحكيم الوطني على الانفتاح والتشارك والعمل السوي للدفع بعجلة اللعبة وفق ما هو مسطر. كما لا ننسى كل رؤساء المصالح الجامعة على عملهم وتنسيقهم الإيجابي مع العصبة، والشكر موصول لموظفي العصبة الوطنية لكرة القدم المتنوعة على كل ما قدموه من عمل إداري ومواكبة مسترسلة لكل التفاصيل والشؤون التي تهم الأندية خلال هذه الولاية الانتدابية، وذلك في سبيل رفعة هيئتنا والسير بها نحو الأفضل. وكما قال الشاعر: ما دام رائد الإخلاص في العمل لا بد نبلغ يوما غاية الأمل، وذو العزيمة إرام المحال فلا يحول دون منه أوعر السبل. ولكم من خالص التحيات المكتب مدير العصبة الوطنية لكرة القدم المتنوعة.